أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم أكثر من 100,591,000 خدمة طبية، وذلك من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق النسخة الثانية من الحملة في إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان. وأوضحت وزارة الصحة أن الخدمات للحملة شملت قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة وقطاع الطب الوقائي وقطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي وهيئة الإسعاف وخدمة التوعية والتثقيف الصحي. ودعت الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم الخدمات وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة.